كل شيء بالعراق يشطر، العرب صوبين، ناس مع وناس ضد، حتى بالبديهيات اللي المفروض الناس متفقه عليها هم عندنا فريقين على طريقه برشلونه وريال مدريد، وكانه اكو قانون يقول لازم تصير بفريق حتى اذا عندك راي ثالث. اكو ناس تقول هذا طبيعي ببلد اعراق واثنيات وولاءات فرعيه تتقدم على ولاءات الوطن، تاريخ كله قمع وظلم وتهميش وناس تخاف من بغي ناس، كل الشعارات اللي رفعناها وتغنينا بيها بحب الوطن ظلت مجرد الحان ندندن بيها وقت الملل، ساعات العاطفه من يفوز المنتخب، وما ان يحين الحين وتصير صدق كل طرف يستحضر تاريخه بالوطن ومخاوفه وهواجسه ومصالحه ويصفطهن وينطلق منهن محددا موقفه الرافض او المؤيد لملف البقاء او الجلاء للمحتل الاجنبي. بالمقابل اكو راي يقول لا، موقف العراقيين واضح وصريح، ما نريد محتل، وبعد هذا الامريكي قاتل وهتك السياده واذانه، فمعقول اكو طرف يقبل يكون بلده محتل ويريد يبقى بالاجنبي؟ بس لا تستخدمون الوطنيه شعار حتى تغطون على الفشل بالاداره، اداره الدوله، لا خدمات، لا تعيينات، لا مشاريع استراتيجيه. مو؟ اكو ناس تقول الامريكي يطلع ويروح والعراقيين يحلون مشاكلهم بينهم ويصفوها، بس خليه يطلع منها. مو؟